هنروح لتقرير تاني عن المركز الثقافي الصيني اللي قدم مبادرة جميلة لملتقى مؤسسة أولادنا لفنون ذوي الهمم. سلم للملتقى أكبر بيانو أرضي في أجواء كلها فرحة وسعادة من الأطفال الموهوبين اللي قدموا مجموعة من الأعمال والفقرات الفنية والإبداعية. اليوم نتشرف بي يعني نحضي الحدية البيانو الأكاديمية يعني للمؤسسة، وهنا نتمنى أيضا يعني التعاون بين السفارة والمركز والمؤسسة الأطفال، وسيكون مستمرة، ونتمنى أيضا يعني في الجيل الجديد ما بين يعني الشباب وأطفال الصينيين والأطفال المصريين يعني ممكن يكون لهم يعني بالعلاقة الصديقة ولتعزيز تعارفهم وتفاهمهم. وأتمنى أيضا في المستقبل القريب يعني ممكن أن ننظم يعني اللقاءات يعني ما بين الأطفال الصينيين والأطفال المصريين، ويعني على أي فعاليات مشتركة يعني بين الموهوبين الصينيين والمصريين كذا. الحقيقة النهاردة احنا في منتهى السعادة لما دولة الصين في ظل التعاون الثقافي والفني اللي بيننا وبينهم هنا في مصر، بين مصر والصين، جمعية مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة بيتسلموا أول بيانو من نوعه بيتم العزف عليه بالأرجل وليس بالإيد، وده لذوي القدرات الخاصة. طبعا ده تكريم وتشريف كبير بتقوم بيه دولة الصين لينا، سواء للمؤسسة أولادنا أو للدولة المصرية. وهيكون في طبعا كل الفعاليات الموسيقيه اللي بنقدمها وبننظمها لذوي القدرات الخاصه، هيكون في هذا التعاون موجود معانا على مدار السنه كلها، مش بس في ملتقى اولادنا اللي بيتم كل عام، وده العام السادس ان شاء الله تحت رعايه السيد رئيس الجمهوريه، لكن في كل الفعاليات اللي بيتم طول السنه. طول عمرنا أنا 27 سنة مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، علاقتي بالصين بحس إنها بلدي التانية بصراحة كده، لأن هم صادقين جدا وكل شغلهم مظبوط قوي وبالتوقيت وكل حاجة. فكان في المستشار الثقافي قبل ما يسافر اللي مشي مستر صخر، كان عايز يجيب هدية لأولادنا، فقلت له أنا يعني إحنا مش محتاجين حاجة، أنا محتاجة بيانو، أنا جايبة لهم آلات كتيرة قوي بس محتاجة بيانو. قال لي طب يلا ننزل نشتري بيانو. قلت له لا أنا عايزة بيانو رجل. استغرب عليا جدا، بس ووريته إن أنا كنت جايبة من أمريكا بيانو رجل بس بلاستيك. معرفش الولاد دول بيدوني طاقة في حاجة إحنا بنشتغلها كل شهر 20 يوم عشان الولاد يوصلوا للي انت شايفاه على صفحة أولادنا. يا ريت كل الناس تدخل، العيال فنانين، احنا بنشتغل في الفن بس، في الفن، في الرسم، في التصوير، في يعني البينتينج، الفن كمان، الغنى، فن، كل حاجة فيها فن. لأن أنا أساساً طول عمري مهرجان القاهرة، فمش هقدر أديهم حاجة غير الفن. فسعيدة بالنتائج وبشكر كل الناس اللي بتشتغل معانا، لأن بيشتغلوا بدون مقابل، مقابل الحب بس. والله حدث اليوم مشاركة مهمة جدا بين العلاقات الثقافية بين المركز الثقافي الصيني مع مؤسسة أولادنا لذوي الهمم والقدرات، وأنا بشارك مع الأولاد في قصة الموسيقى والغناء، وعندنا النهاردة يعني إهداء من دولة الصين للمركز عندنا، مركز أولادنا، اللي هم عاملين إهداء للبيانو الكهربي على الأرض بيعزفوا بيه بأقدامهم. هو أي إنسان محتاج دعم
دعم ثقافي وفني ودعم معنوي. فهو الفكرة كلها بمجرد مشاركته مع في الموسيقى، مشاركته بعزف أو أداء أمام حاجة هو بيحبها أو أمام جمهور أو كده، بتفرق معايا نفسيا جدا. أنا جاي النهاردة أصلا عشان مدام سهير، تيت سهير قالت لي جابت لي البيانو الأرضي الكبير هعزف عليه أنا وأربعة. هو أنا بحب البيانو أولا عشان بيخليني أفضي طاقة، ثانيا يعني بيخلي الناس تعرف أولادنا ويكبر مسيرة أولادنا، ثالثا إن هو يعني بطلع موهبتي فيه. مسيرة أولادنا هي كل حاجة بالنسبة لي، هي مسيرة أولادنا بكده. التلاتة سهير هي يعني هي اللي بتمكن، هي بتعمل لنا أنشطة كتيرة، مثلا حد يغني وحد يعزف، معارض، أشغال يدوية، وبتساعدنا أي حد عنده موهبة بتنميها.